الناس بتقول عنك انك شبه عمر الشريف، انت ايه رأيك؟ والله الناس قالت كده في اول لما عملت المصير، كان اول حاجه ليا خالص، اول مره اقف قدام كاميرا يعني. فبعد المصير ناس كتير قعدوا يقولوا لي انك انت يعني شبه عمر الشريف، او مش الشبه الشكل طبعا، ما تقليش ان الشكل شبه استاذ عمر الشريف، يعني ده غير ده. هو مش الشكل بس، هما الناس بتقولك ان انا شبه عمر، بيقولوا ان انا شبه عمر الشريف يعني قصدهم. تمثيلك زي عمر طب استني، الشريف. طيب عشان ما يعني الناس تقول انا شبه عمر الشريف، اللي هو يعني في طلته في البدايه يعني طلعتي في السينما زي عمر الشريف. طبعا دي حاجه يعني الواحد يتمنى ان هو ياخد يعني نص حظ عمر الشريف، فاهم ازاي؟ بس يعني والله يعني انا نفسي اخد نص حظ عمر الشريف، بس بي انا بقى يعني بهاني، يعني مش اللي انا يعني يتقال اللي انا شبهه او يعني ماشي على خطى شكله او كده كده او شكله او كده. زي ما انت الناس كتير بيشبهوكي في فيروز، انت مش شبه فيروز خالص، حتى فيروز كانت احسن من احلى منك كمان. انت هتفضل كده بعيد عن التلفزيون؟ لا والله مش دي الفكرة، يعني انا مش قافل سكة التلفزيون خالص، بس يعني استني بس اخش التلفزيون بحاجة تكون قوية، يعني زي ما الحمد لله توفقت ان انا في السينما يعني دخلت بشكل قوي وتقدمت بشكل قوي، وبعد كده الافلام كانت كويسة، ويعني اتمنى ان في التلفزيون برضه لو اخش تلفزيون اخش بعمل يكون كويس، يعني عمل يتشاف كويس وينزل في توقيت كويس وبس. انما مش العمليه مش عمليه بعد والله، بس مستني حاجه كويسه بس مش اكتر يعني. الافلام اللي بتنجح كوميدي وانت مش كوميدي هتعمل ايه؟ عامل ايه؟ سؤال عجيب جدا. بص يا ست، لا مش شرط والله، يعني في افلام نجحت ما هياش كوميديه، يعني فيلم زي مثلا شورت وفانيلا وكاب ما كانش كوميدي، وفيلم زي السلم والتعبان ما كانش كوميدي ونجح. ونجح، وفيلم زي افريكانو يعني في افلام كتير مش كوميديه وبتنجح، يعني مقاييس النجاح اصل شكلها عامل ازاي، يعني مش لازم الفيلم يجيب مثلا 15 20 مليون عشان نقول ان هو نجح، ما هو ممكن الفيلم يجيب رقم اقل من كده بحبه وبرضه هيتسمى نجح، وحسب فيلم كلف قد ايه وكده. انا عارفه قبل يكون متكلمين معايا، عارفه ايه؟ وانا ذكي فين؟ في افريكان. في افريكانو ما كنتش انا للاسف، كان احمد السقا ومنى زكي. بيقولوا انكم اخدتوا السيما من الجيل اللي قبلكم، ده صح ولا لا؟ لا ما خدناش السينما من الجيل اللي قبلنا، يعني هي مش العمليه مش كده يعني، هو يعني كل جيل وليه ادواره، يعني بالعكس يعني احنا كشباب مهم جدا ان احنا نشتغل مع جيل كبار والجيل اللي قبلينا، لان اكيد طبعا نتعلم منهم نستفيد منهم. انما لا، هي العمليه مش ان احنا اخذنا منهم يعني من زمان، او لما تشوفي مثلا من 30 40 من 30 سنه مثلا كان في رشدي اباظه، وكان في ناس كتير تانيين، وعمر الشريف واحمد رمزي، يعني ناس كتير، وبعديهم جه جيل اللي هو نور الشريف ومحمود ياسين نور الشريف ده قلت اللي قبليه. اوكي لا انا بكلمك على جيل تاني، خليك معايا انت بس، اهدي بس وانت بتسمع كل حاجه. فيعني فجي جيل سلم لجيل، وبرضه يعني كان بيبقى في افلام فيها وتحاوروا مع بعض. كان بيبقى في افلام فيها نور الشريف كان لسه صغير، وكان فيها بالوقت. كان فيها رشدي اباظه هو كبير. فدلوقتي برضه نفس الوضع، يعني جيل بيسلم تواصل اجيال بس، والله يا ما مش اكتر يعني، فاهمه طبعا يعني تواصل اجيال.